ذاك لسقاك حقوقيين. نقف هذه الوقفة التضامنية مع من تم اعتقالهم قبل عدة أيام والذي لم يعلم عنهم أهاليهم إلا من خلال الصور، وهذه الصور تعتبر ونشر الصور ونشر أي اعترافات قبل حكم المحكمة يعتبر انتهاك صارخ، انتهاك في حقوق الإنسان. نحن هنا نتضامن مع هذه العائلة ومع جميع العوائل التي تم اعتقال أبنائهم قبل فترة، وبالتالي هو امتداد لتضامننا مع جميع المعتقلين والرموز الذين جميعهم اعتقلوا من أجل تعبيرهم عن الرأي أو من أجل مطالبة بحقوق هذا الشعب والحقوق الذي أقرتها لهم القوانين السماوية قبل القوانين الوضعية. عندما نعلن تضامننا مع أي معتقل